اسعد الله اوقاتكم حبايبي. انا اليوم ان شاء الله تعالى اول مره طالع فرخ الدره اللي عندي خارج المنزل، يعني على اسطوح البيت. حبيت اني اعلمه يطير، يتعلم على مكان البيت مشان نحن احتياط، يعني اذا طلع من شباك غرفتنا او من شباك الصالون وطلع برات البيت ما يضيع، اقل شيء يعرف المكان اللي هو موجود فيه، تمام، انه هون بيته، حلو، مشان نحن نضمن لقدام ما يهرب. وبالنسبه هلا لفرخ الدره اللي عندي هون، فيكم تقربوا الكاميرا هيك شوي تشوفوا فرخ الدره، تمام، فرخ الدره هي اول مره انا بدي طالعه برات البيت، تمام. ولا اكيد رح لكم شغله انه لازم على طول يكون لساته ماله مفطوم لسه على وش فطام، وانا عم طعميه هيك بالسرنج، هاد عم طعميه اكله، تمام، حلو. هلا هيك هلا رح نشوف شلون بدي طالعه وناديله اول شيء، حلو، بدي اتاكد انا انه اكله من عندي. يلا ريكو ريكو، تا ريكو، برافو برافو. هيك من المسافات القريبه على اسطوح البيت خليه يلتهي مع اكله، يعني يكون جوعان، يعني يكون صاروا شي 3 ساعات ما له اكل، وبطالعه انا على اسطوح البيت او على المكان اللي بحب انا اربضه فيه ودربه مشان ما يهرب. هيك مثل ما كنتم شايفين اخواتي، يا ونزل ريكو بابا، يلا خلينا عم نعيد المحاولة هيك معه. تعال ريكو ريكو، تمام. اذا اول طيرانه هيك بدنا نتعامل معه حتى ما يفكر بالهروب، او هو ما رح يهرب، هو يمكن يضيع، تمام. هيك بدنا نشتغل معه، بندوقه شوي صغيرة من الاكل، تمام، شيء بسيط، ما هو طعبي السرنج كله اثناء التدريب عشان نضل عم نشتغل معه وعم دربه كل شوي بعد المسافة اكثر. رح بعد شوي انا، تعال 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 تعال. هيك مثل ما انا شايفين حبايبي، هذا اول التدريب هيك بده يكون. وان شاء الله بنفس المكان هون على الاسطوح، على اسطوح بيتي انا بصير يوميا بطالعه، تمام، لحتى يصير يفتل هيك بالهواء على البيوت ويكبر المسافه ويقدر يطيره ويروح لمسافات بعيده كثير ويرجع، فقط لمجرد اني ناديت له باسمه بصوت عالي. وان شاء الله كل فتى انا راح بصور لكم اياه وبصور تدريبه على الطيران، تمام، متواصلين مع بعض حبايبي. واذا كان بدكم تشتغلوا بتشتغلوا على نفس الكلام اللي انا عم اقول لكم عليه حبايبي. يلا بشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.